من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم لباس؟ تحبوا العصافير؟ إذن مرحبا بكم في حصة مع عمو يزيد، وكذلك الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا وحابين يحضروا كما حضرتوا أنتم، ما عليهم إلا يتوجهوا الإنترنت عبر موقعنا بهذا الشكل هذا. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. برك يا أطفال، لما تشاركوا في الحضور في حصة عمو يزيد لازمكم شوية على الصبر، لأن التسجيلات كثيرة ومدى بنا كامل جو تحضروا معنا. مرحبا بكم. إذن كالمعتاد في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية وعالمية مهمة جدا في حياتنا. في هذه الفترة، هذه يوم 6 جانفي، كاين اليوم العالمي ليتامى الحرب. عبركم يا أطفال بلي الحرب عندها مخلفات كثيرة، ومن بين المخلفات تاع الحرب هذه طار. تعال تعال تعال، أرواح أرواح، مش بك هام الأطفال أصدقائنا، قولهم سلام. إذن مخلفات الحرب يا أطفال كثيرة، ومنها الحروب تخلف الأيتام. إذن في الأمم المتحدة نتوقف دائما في هذا اليوم باش نتكلموا عن يتامى الحروب يا أخي. وعندي لكم مفاجأة من بعد. تحبوا الألغاز؟ إذن أسافر في كل أنحاء العالم بدون جواز سفر، من أنا؟ أعيد اللغز، أسافر جميع أنحاء العالم بدون جواز سفر. على بالي بلي شاطرين يا أطفال، على بالي. فكروا إلى غاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا الأطفال اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بالطريقة التالية. أنت كذلك، جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن كما قلت لكم يا أطفال، أسافر جميع أنحاء العالم بدون جواز سفر. على بالي شاطرين، تنفكروا أنتم أصدقائنا الأطفال اللي مشوفوا فينا إلى غاية نهاية الحصة. وقبل هذا راح نروحوا نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح الجزائري، هو محمد العموري مع نور الهدى. إذن تصفيق على نور الهدى، مرحبا بك، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم على حياة الشهيد محمد العموري. ولد الشهيد العموري محمد في جوان 1929 بولاد سي علي، بلدية عين ياقوت. نشأ في وسط عائلة متواضعة تمتهن الفلاحة لكسب قوتها. تعلم القرآن الكريم وحفظه موازاة مع دراسته الابتدائية في الفترة ما بين 1935 و1939، ثم واصل تعليمه بمعهد ابن باديس بقسنطينة حتى سنة 1947. ألقي عليه القبض سنة 1951 وأدخل إلى السجن إلى غاية 1952 بسبب نشاطه في صفوف الحركة الوطنية. التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955، وفي نفس السنة كلف بمهمته إلى الولاية الثالثة. في سنة 1956 رقي إلى رتبة نقيب قائد المنطقة الأولى متحدثاً باسم الولاية الأولى. في سنة 1957 عين عضواً في قيادة الولاية الأولى مكلفاً بالجانب السياسي، وفي نفس السنة أصبح قائداً للولاية الأولى خلفاً للسيد محمود الشريف الذي أصبح عضواً في لجنة التنسيق والتنفيذ.
في شهر مايو 1959 شغل منصب قيادي في قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني. وقد اتسم العقيد محمد العموري طيلة حياته النضالية بالكفاءة العالية والشجاعة النادرة. استشهد سنة 1959. إنا لله وإنا إليه راجعون. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. برافو 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 برافو. هدى تصفيقة تصفيقة على هدى تصفيقة. أوكي يا أطفال، مقبلة تكلمنا على يتم الحرب، ودرنا عمو يزيد اليوم دار التفاتة للأيتام بصفة عامة، درت لهم أغنية تتغنى باليتيم. هذه الأغنية تقول نقول فيها عيني لا تبكي. يلا تغنوا كامل معايا. مرة كنت مع صاحبي يوم من أيام العطلة، نادى صوت من قربي كانت أما لي عبد الله. مرة كنت مع صاحبي يوم من أيام العطلة، نادى صوت من قربي كانت أما لي عبد الله. قالت ابني يا حبي يا مهل أم إلي يلا، قالت ابني يا حبي يا مهل أم إلي يلا. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. راح يجري يا أمي أمرك آت يا أمه، ماذا تريدين مني تحضنه تمسك يمه. راح يجري يا أمي أمرك آت يا أمه، ماذا تريدين مني تحضنه تمسك يمه. هاك الحلوى يا ابني وعيني تنظر وترى، هاك الحلوى يا ابني وعيني تنظر وترى. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. عندها قلت في نفسي لو كانت أمي جنبي كانت تعطيني الحلوى وتزودني باللعب. عندها قلت في نفسي لو كانت أمي جنبي كانت تعطيني الحلوى وتزودني باللعب، لكن راحت عن زماني من تغمرني بالحب، لكن راحت عن زماني من تغمرني بالحب. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. مهما خالي أو أمي أعطاني حبا جما، أو أبي أو كل الناس لن تعوضني أما. مهما خالي أو أمي أعطاني حبا جما، أو أبي أو كل الناس لن تعوضني أما. هي أمي كل الناس وستبقى أمي دوما، هي أمي كل الناس وستبقى أمي دوما. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، اليتيم هو يتيم الأم يا أخي. إذن كانت هذه الأغنية هذه مهدية لكاع اليتامى، لازم نتفكرهم دائما. اليتيم ممكن أنك تتفكره بابتسامة بزيارة،
مش شرط أنك تعطيله نقود ولا تعطيله مال ولا تعطيله شيء، لازم تتفكروا لأنه اليتيم محتاج الحنان، الحنان يا أخي لازم نتهلاو فيهم. واش رايكم دركا نرحبوا بعمو أمين اللي جانا من سطيف بألعاب الخفة؟ يلا نرحبوا بعمو أمين، تفضل عمو أمين.
برافو 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 عمو امين. عجبكم عمو امين؟ واش رايكم دركا نروح نحكي لكم حكايه الارنب والدب زعرور؟ يلا كمل معايا. اذا يا اطفال كما وعدتكم مقبله راح نحكي لكم حكايه الدب والارنب. واحد النهار الارنب كان في البيت نتاعو، في البيت نتاعو يا اخي من حطب وكامل، في الصباح البكر الدب زعرور جايز على هذاك البيت هذاك، وقعد يدير في الحس هكذا ويركز برجلو هكذا. الارنب هذاك عم بالو كان زلزال ولا كش حاجه، ما خلاش كامل يرقد، خرج يجري هكذا. قالوا واش كاين واش كاين؟ قالوا انا نمشي كيما نحب، انا هكذا نمشي هكذا نمشي. قالوا بصح راك نوضتنا كامل، ما خليتناش نرقدوا كامل. قالوا انا هكذا نمشي. قالوا بصح وكان تمشي بالعقل خير، لازم تحترم الغير. قالوا انا هكذا. قالوا ما نحترم ما والو. قالوا انا هكذا نمشي. هو خانته القوه نتاعو، قال لك الارنب راح يدير لي والو. كل يوم هكذا، كل يوم مع الصباح يدير هكذا للارنب، ما يخليهمش يرقدوا، ويزلزل كامل هذيك الارض هذيك، والارنب عم بالو الارض الدار ديالو راح تطيح. الارنب غدوه مداك قال لنا لازم نروح نشتكي به، يا ربي لي من نشتكي به يا ربي. جاتو فكره، راح عند ملكه النحل. راح هكذا ملكه النحل، ملكه النحل قالت له ماذا تريد؟ من ينادي؟ قالها انا الارنب المسكين جيت نشكي لك من الدب وكامل. خرجت هكذا قالت له واش كاين؟ قالها فوالا كاين واحد الدب راهو كي يفوت على الدار هكذا، كي يجوز على الدار هذيك يزلزلها كامل، كلشي يتزعزع وكامل عم بان زلزال ولا كش حاجه. قالت له هضرت معاه؟ قالت له قال لها ايه انا قلت له، قلت له لازم يحترم الغير وكامل. قال لها انا ما نحترم حتى واحد، انا نمشي كيما نحب انا بحريه. قالت له صحه. قالت له غدوه نتفاهم معاه. غدوه من ذاك كلفت، كلفت السراب هذاك تاع النحل هذاك، قالت لهم تروحوا تلقنوا هذاك الدب درس ما ينساهش. خرجوا هكذا، خرجوا النحل كامل ورايحين، رايحين هكذا للدب. كي لحقوا عنده قعدوا هكذا قدامه، خاف هو، قال لهم يا ربي واش هذا واش هذا واش هذا؟ قالوا واش كاين؟ قالوا واش راكم ديروا هنا؟ قالوا انا نجمعوا في الرحيق تاع الازهار. قالوا بصح راكم قدامي، راكم قدامي. قالوا له نقعدوا وين نحبوا، نقعدوا بحريه احنا تاني، ندوا الرحيق تاع الازهار مين نحبوا ونقعدوا وين نحبوا دوك نلسعوك. قالوا بصح لازم تحترموا الحريه تاعي. ايه قالوا له انت احترمت الحريه تاع الارنب، جاش كابيك. اذا عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه انه يجب احترام الاخرين وعدم اذيه الغير. بالضبط بالضبط يا اطفال، بوبي دائما يجيب لنا حكم ملاح. لازم نحترم حريه الاخرين، لما تكون عندكم الجيران وكامل ما لازمش نديروا الحس بزاف، ما لازمش نديروا الحس في الليل والناس تكون راقده، ما لازمش نديروا الحس مع الصباح بكري، لازم نحترمه. واحد ما في الدار كي ينوض، ينوض غير بالعقل، بالك خوه مريض، بالك يماه ما تنوضش بكري، بالك كذا، ما لازمش يوقيد الغير، ما لازمش، لازم دائما يحترم حرية الغير. يا أخي أطفال برافو. يلا هاي يا أطفال الحقنا دركا الركن اللي نحبو أنا، اللي تجو كامل هنا تحكولي فيه النكت الجميلة. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لنا؟ أروحي بنتي تعالي تعالي تعالي، أقعدي بنتي. واسمك؟ سلسبيل داود. وين تسكني سلسبيل؟ في باب الجراح. في باب الجراح يا الناس، حكينا النكته تاعك. كان واحد الراجل حيجيب صاحبه، من بعد قال لمرته باللي ما تاكليش الفرماج، كو تاكلي ان اكي مطلقه. ومن بعد هذاك الفر كلا كاع الفرماج، هذيك المراه قعدت تتفرج. ومن بعد كي جا راجلها حل الفريجيدار، قالها باللي شكون كلا الفرماج؟ قالها من اليوم تاكل مطلقه. ماذا هذاك الفار خرج قالها يا خاليه طلق مرتك على جاليه. برافو 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 برافو. تعال اروح
واسمك ولدي؟ داود محمد عبد الرحمن. داود محمد عبد الرحمن، اسمك طويل، نقولك محمد ولا عبد الرحمن؟ واش نقولك؟ محمد. محمد، حكينا وين تسكن محمد؟ بجره. في بجره، حكينا النكتة تاعك. قال لك تحا جزائري وتحا ماريكاني وتحا فرنسي. قال لهم الوزير اللي يدخل في هذه الحفرة تاع النمل يخرج بلا النمل نعطي له واش يحب. تحا ماريكاني يدخل في الحفرة تاع النمل خارج بالنمل. تحا فرنسي يدخل في الحفرة تاع النمل خارج بالنمل. تحا جزائري دخل في الحفرة تاع النمل خارج بلا النمل. قال له كيف انت خرجت بلا النمل؟ قال له اختارت قتلت نملة راح وجلست وخرجت. برافو برافو، اروحي بنتي تعالي. تعالي اقعدي. واسمك؟ شيماء. شيماء، وين تسكني شيماء؟ في بن طلحة. في بن طلحة، خيار الناس. حكي لنا النكتة تاعك. كان يوم كان في الخدمة، كانت واحد المعزة قالت لولادها ريحوا في الدار نحا نجيب لكم الحليب والحشيش ونجي. ومن بعد راحت والذيب كان مور شجرة يسمع فيها. ومن بعد طبطب لهذوك ولادها. ومن بعد قال لهم انا يماكم. بعد قتلوا دخل رجلك. قال لهم لا رجل ما بيضه انت يا رجلك، انت رجلك كحله. ماذا تيك راح اصبغ رجله بالبيض وكلا الحسن. بعد طبطب قال لهم انا يماكم. بعد دخل رجله وبدا شافه وقال لهم. من بعد فتحوا له الباب كلهم كامل. ماذا تيك بقى واحد مخبي. وذكي جات يماه قال لهم ماما ذيبك لاقى خواتات. من بعدتك هي راحت لي فتحت له كرش. من بعد دات له الحجر داخل جبدة حوي ولادها. بعدتك هو كي راح يشرب من البير طاح. خلاص الحكاية. برافو برافو برافو. شو اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال تعالى اقعد. واسمك؟ نحمل عصام الدين. واسمك؟ نحمل عصام الدين. عصام الدين، وين تكون عصام الدين؟ تقصراين. في تقصراين، احكي لنا النكته تاعك. كان واحد اسمه مخي. كان واحد اسمه مخي. كان واحد اسمه وش دخلك. راح وش دخلك يقرا ومخي راح يشقر طيطة. راح المدرسة قلت له المعلم وش اسمك؟ قال له وش دخلك؟ قلت له المعلم وش اسمك؟ قال له وش دخلك؟ راح نادى المدير. قلت له المدير وش اسمك؟ قال له وش دخلك؟ قلت له وين مخك؟ قلت له راح يشوف جران طيطة. برافو. تعال 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 اقعد. واسمك؟ ياسين. وين تسكن ياسين؟ أنا أسكن في بحسن. في بحسن، احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد النهار جا حاج، واحد ما عرف شي صاب واحد الولد دته، ومن بعد نسيتها. وشنو؟ نسيتها؟ خلاص كي تفكرها رجع، معليش وليدي، تعال، 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 تفضل، واسمك وليدي؟ سعد الدين عبد الرؤوف. عبد الرؤوف، وين تسكن عبد الرؤوف؟ طنطلة. في بنت الحا. تفضل خيار ناس، احكي لنا النكته تاعك. كاين واحد ثلاثه رجال يديروا لابيسين. قال الحاكم تاعهم اللي قعد ساعه في الماء طيروا مليار. قلت جاي قعد زوج دقائق وال امريكي قعد ساعه وفرنسي قعد ثلاث دقائق. ايه قلت هذاك ملقيت هذاك الجزائري راح للحاكم تاعه قال له اعطيني دراهمي. قال له منمج. برافو 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 يا اطفال يا اطفال. اسافر كل انحاء العالم بدون جواز سفر. اسافر كل انحاء العالم بدون جواز سفر. ذكرنا باسمك بنتي. الطائرة. اسمك؟ سلسبيل فاطمة تزيري. وين تسكني؟ في باش جراح. باش جراح. الطائرة تفكير سليم، تفكير سليم، ولكن كاين شيء يسافر جميع أنحاء العالم حتى الأماكن البعيدة البعيدة اللي ما تلحقهاش الطائرة.
واسمك؟ طائرة. طائر. طائر؟ لا لا، أسافر جميع أنحاء العالم، كل الأماكن نوصلها. واسمك؟ عماد. عماد؟ واش هو الجواب؟ القطار. القطار؟ لا لا ماشي القطار، كاين أماكن ما يوصلهاش القطار. كاين أماكن. واسمك؟ عصام. عصام واش هو الجواب؟ طائرة. لا لا ماشي الطائرة، لأنه كاين أماكن يوصلها هاد الشيء هذا والطائرة ما توصلش. واسمك؟ حكيم. حكيم، وين تكون حكيم؟ قبة. في القبة، واش هو الجواب؟ الصاروخ. لا لا ماشي الصاروخ، ماشي الصاروخ، شو اللي عنده الجواب؟ قول لي. سد الدين عبد الرؤوف. واش هو؟ سد الدين عبد الرؤوف، واش هو الجواب؟ السيارة. السيارة، لا لا، كاين أماكن، كاين أماكن، واش هي؟ طيارة. طيارة، لا لا ماشي الطائرة، ماشي الطائرة. يلا هل من جواب؟ واش هو؟ البابور. ماشي البابور، شكون؟ لا لا دوري منا، دوري منا، شكون كيحب يقول لك؟ ها؟ قولي. ها؟ لازم تفكري وحدك. شو اللي عنده الجواب؟ أنا. عندك جواب؟ دراجة. دراجة نارية. دراجة نارية، لا 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 لا. وش هو؟ طائر. لا لا ماشي الطائر. وش هو؟ طائر. ماشي الطائر. قل لي شو اللي عنده الجواب؟ هل من جواب؟ بخيرة. بخيرة؟ لا لا انت يا بنتي قولي لي وش هو؟ وش هو؟ نسيت. ها؟ نسيتي؟ معلش. ها؟ لا لا ماشي العصفور. هل من جواب؟ حمام. ماشي الحمام، تفكير سليم، ولكن ها؟ طابع. الطابع، برافو برافو، الطابع البريد هو لو تامبر. لو تامبر. إذن تعال 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 تعال. إذن الجواب هو طابع البريد، لو تامبر، تامبر دو بوست، يروح باغتو بلا باسبور يا اخي. اذا عمو يزيد يهديك قبعه مع عمو يزيد تحميك من اشعه الشمس الضاره، مع سيدي لعمو يزيد من حق الطفوله فيه 22 اغنيه ان شاء الله تستفاد بهم. تفضل ولدي. العفو 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 العفو. درك لحقنا الركن عيد الميلاد، اليوم عندنا عيد ميلاد ايه، التحقي بيا ايه، تعالي بنتي واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع آية وحنا نغنوا لها عيد ميلادك، أحلى عيد، يلا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعوا له واصحابه يباركوا له، وجه
أجمل هدايا يا هدولو هيا نصفق ونغنيلو أجمل هدايا يا هدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة إذن آية 10 9 8 7 6 4 3 2 1 برافو 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 بنتي. إذن آية مدام أنت من الأطفال اللي رسلونا بأربع قسمات من علب حليب رامي، اختاروك اليوم باش تكوني معنا في عيد ميلادك، ورامي ممول الحصة يهدي لك هدية عبارة عن تابلت كيت في هذا الكيس الجميل هذا. فوالا تفضلي بنتي إن شاء الله الله يخليك. وعمو يزيد يهدي لك كذلك شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في ظرف هكذا. ليكم كامل يا أطفال غير تخرجوا تسيبوا الشهادة تاعكم في انتظاركم تدوهم معكم كذكرى. أنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل 3 على 5 العشية على قناتكم الشروق تيفي. نحبكم يا أطفال. لا تحزن وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.